السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حناخذ التكامل باستخدام الكسور الجزئية. طبعا التكامل باستخدام الكسور الجزئية ها حسب إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام أو درجة المقام أكبر من البسط. هانا تو نعرفون هنا يعني في اثنين، يعني التكامل الدرس هذا حينقسم الفيديوين بإذن الله، تمام؟ يعني واحد أكبر درجة أكبر من هذا والدرجة واحدة أخرى أكبر من هذا، تمام؟ يعني إن شاء الله ما يأنات وتفهموش وسمح بكل. تو هنا عندي أول مسألة. أول مسألة شنو؟ لو لاحظت أنا حنلقى إن هنا أس أربعة، أكبر أس في البسط شنو؟ أس أربعة. أكبر أس في المقام شنو؟ واحد. يبقى هنا درجة شنو؟ درجة البسط أكبر من المقام، صح؟ إذا حنستخدم قانون معين. شنو هو القانون هذا يا أستاذ أسامة؟ هاي نشوفه. أول حاجة هو لما تجيني درجة البسط أكبر من المقام حنستخدم طريقة القسمة المطولة، تمام؟ يعني أنا حنقسم هذا على بعضه بالقسمة المطولة. بيجي حنقابل نشوف القسمة المطولة عندنا قانون. بعد ما نحن ندير القسمة المطولة عندي قانون حنستخدم. شنو هو القانون؟ القانون هو S للإكس تساوي، عفوا مش تساوي، زائد تي للإكس على كيو للإكس. رموز عادي تقدر تدل تبوا. المهم ان هذا شنو؟ هذا الناتج زائد التي هذه شنو؟ الباقي اللي في القسمة المطولة، والكيو هذه المقسوم عليه، المقسوم عليه، تمام؟ يبقى ان الاس للاكس الناتج زائد الباقي على المقسوم عليه، المقسوم عليه اللي هو هذا اهو اكس ناقص 2، تمام؟ تمام. هاي نخش في المسألة. هنا حنحط هنا الاكس ناقص 2، وهنا حنحط اكس اس 4 ناقص اكس اس 3، هنا البسط وهنا المقام، زائد 4 اكس ناقص 2. هاي ندير قسمة مطولة. تو شن لي نقدر نقول ان هذه قسمة هذه اكس اس 3، صح؟ خلاص اكس اس 3 في اكس اس في اكس اكس اس 4، اكس اس 3 في 2 تجد ناقص الإشارة هذه 2 إكس أس 3. نغير إشارات هذا، حتجد هذا سالب وهذا حيجد موجب، هذه حتمشي وهذه نطرح المعاملات اللي هي حتجد واحد اللي هي إكس تكعيب زائد 4 إكس عقابل 2 ناقص 2. خلاص إكس تكعيب قسمة هذا حتعطيني إكس تربيع، إكس تربيع في الإكس إكس تكعيب، اكس تربيع في 2 عفوا مش سالب موجب سالب، اكس تربيع في 2 2 اكس تربيع. هذا نغير اشارته حتجد سالب، وهذا لو غيرت اشارته حتجد موجب، هذا حيعدي هذا ونقدرش نجمع هنا، حتنزل حتجد 2 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 2. هل عندنا تمام؟ تمام. خلاص 2 اكس تربيع قسمة اكس شن تعطي؟ 2 اكس هنقول زائد 2 اكس، 2 اكس في اكس 2 اكس تربيع زائد 2 اكس في 2 ب 4 اكس تمام. هذه تو لو غيرت اشارتها حتجد سالب حتمشي، هذه لو غيرت اشارتها عفوا هنا سالب بس في الاصل سالب لان هذه سالبة، غيرت اشارتها حتجد موجب، صح؟ يبقى هذه زائد هذه شنو؟ 8 اكس وننزل ناقص 2. حلو، 8 اكس قسمة اكس اللي هي 8 حتجد هنا زائد 8. خلاص 8 في الاكس 8 اكس ناقص 8 في 2 16 على، خلاص هذه لو غيرت اشارتها تجد سالب تمشي، وهذه موجب سالب وموجب نطرح وناخذ اشارة الاكبر اللي هو الموجب اعتقد 14، تمام. حلو بكل. تو نستخدم القانون اللي قلت انا عليه بدري، صح؟ انا تمام. هاي شنو هو القانون؟ قلنا اس الاكس زائد كان نسويها تي اس الاكس على كيو اس الاكس، اس الاكس شنو الاكس عفوا. تمام. هاي هذه قلنا شنو؟ نحن قلنا هذه الناتج، صح؟ وهذه قلنا شنو؟ هذه قلنا الباقي،
وهذه قلنا شنو؟ هذه قلنا انها المقسوم عليه. حلو، شندير تو انا هاي نجيب ورقة جديدة. قلنا شنو القانون بتاعنا؟ الناتج اللي هو شنو الناتج؟ اللي هو هو عفوا هو الناتج هاي هتكون اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد اثنين اكس زائد ثمانية، هذا الناتج. حلو، زائد الباقي، الباقي شنو؟ 14 على المقسوم عليه اللي هو في المسألة اصلا اكس ناقص اثنين. حلو اوكي، حلو. تو هذا نحن العند تو قاعدين نختصر ونديرو في حركات باش نحن نبسط علينا التكامل. تو هنا نكمل، انا تو مازلت ما كملتش، يعني هنا في علامة التكامل تمام، اي نكملو خلاص نكمل. هذه تجد اكس اس 4 على 4، هذه اكس اس تكعيب على تكعيب، هذه 2 اكس تربيع على 2، وهذه 8 اكس تمام. وزعت التكامل انا هكي وهك، هذه اول حاجه جايه انا كملتها تمام. شوف الجايه الاخرى اكس ناقص 2، 14 على اكس ناقص 2 عفوا. حل شكي صحيا، لكن لو انا بهت ترى تعالي لي جاي انتي، تعالي لي جاي 14 على اكس ناقص 2، انا باش نخلي هذه تفاضلها فوق شو ندير؟ هذه شنو تفاضلها؟ اول حاجه تفاضلها واحد صح. حلو، ليش ما نطلع ال 14 هذه برا، برا التكامل؟ صعب تخطر في الامتحان هي، لكن لازم تمرنوا عليها عشان تخطر عليكم. هنطلع ال 14 برا تكامل واحد على اكس ناقص 2، هيكي تو اهو قاعد تكملها فوق، يبقى شن تفضلها فوق، يعني شن تقعد؟ هتقعد لن المقام صح؟ خلاص نحطها مع هتقعد، يعني الإجابة شنو؟ هتقعد اكس اس 4 على 4 زائد اكس اس تكعيب على 3 زائد 2 اكس تربيع على 2 زائد 8 اكس زائد 14 اللي هذه نضربها في لن اكس ناقص 2 زائد سي تمام، معناها سي، وبك تكون انتهت المسألة.